حركة بناء الوطن، كنا في مرحلة استقطاب شديد من دعاة المرحلة الانتقالية، ولنا تواصل ولله الحمد مع مختلف مكونات الساحة الوطنية واتصالات لحد هذه الساعة مع كل مختلف شرائح أو نخب الساحة الوطنية، وتلقينا حربا شرسة بعد تجمع وهران تجاوزت أكثر من 2000 اتصال في يوم واحد أو في يوم من السب والقدح واللعن بأقدر ما يمكن أن يسمعه الإنسان، ولم يثنين ذلك عن قرارنا بدعم مؤسسات الدولة الجزائرية، ولن يثنين ذلك أبدا قدر المولى عن التشبث بالحل الدستوري الذي نراه ليس هو الكمال المطلق، ولكن نرى فيه